اشبيرنزي ديالوجا، يعني مثلهم حوارات. اختنزي يعني خلي بالك، او في ذات سمولوجي. ممكن تكمل الكلام ده وتقول بس الجزء الاولاني ده لو سمحت، وحد يكمل من زمايلك. هلو تمام. هلو اش بين اش هلو اش بين جمال في 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 هايزن في هايزن زي زي في هايزن زي في هايزن زي في هايزن زي في هايزن زي اوكي وهير. هلو اش بين حسام. قبل هنا هلو اش بين، هو قال لك اش بين جمال. في هايزن زي اسم حضرتك ايه؟ حضرتك هترد هيقول لك بوهير كومنزي، حضرتك هتقول له اشكوما اوس. تنعيد السؤال تاني ممكن. هلو اش بين جمال في كو في هايزن زي. هلو اش بين حسام. فو كوم فو كومنزي بوهير كومنزي بوهير كومنزي اشكوما اوس ايجيبتن اشكوما اوس اندو اندو اشكوما اوس اوسترايش اوسترايش جونن فين. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien. اوكي اللي بعدها بقى هنا اللي هي الابجديه اللي احنا خدناها قبل كده. داس الفابيت اللي هي دي اخر صفحه ان شاء الله ناخدها. داس الفابيت اللي هي الابجديه. داس الفابيت hören Sie استمع und lesen Sie laut وقول بصوت عالي. تمام. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Besondere Buchstaben Ä, Ö, Ü, S, Z. Besondere Buchstaben اللي هي عندنا تحت دي اللي هي بزندر يعني خاص، Buchstaben اللي هي حروف، حروف خاصة. Besondere Buchstaben اللي هي الA والA والU والS Z اللي هي الS مع بعض. الكتاب ده أصلا معظمه بيتكلم عن ألمانيا وسويسرا والنمسا. هنا بيقول إيه؟ Städte, Städte يعني مدن. In Deutschland, in Deutschland يعني في ألمانيا. Österreich, Österreich النمسا. Und der Schweiz, der Schweiz اللي هي سويسرا. Städte, Städte يعني مدن. Buchstabieren Sie die Städte. Buchstabieren Sie die Städte يعني استهجة المدن. تمام. هو قال هنا ايه؟ انا هقرأ وكل واحد فيكم هيستهجى لي حرف حرف من كل مدينة. بيرن، بيرن دي اسم مدينة موجودة في سويسرا وهي العاصمة. تمام. ب اي ار ان ها اي ها ا ا ا ا ام ب او ار جي. ممتاز. ها ا ام ب او ار جي هامبورغ. بتش تقراها واستهجى. Leipzig L E I P Z I G. Leipzig L E I P Z I G. دي مدينة موجودة في ألمانيا، في شرق ألمانيا. لينز لينز L E N Z. لينز دي مدينة موجودة في النمسا. L E N Z لينز. ممتاز جدا. فين فين V V E A N فين اللي هي عاصمة النمسا. زيورخ زيورخ هي بالألماني اسمها زيورخ زيورخ زيورخ. زيورخ لا زيورخ 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 استهجاك كده. زيورخ Z U E E ايه 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 تاني كده بعد اذنك. ست 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 ايه تمام. ار ار اي اي سي ها ست ار
اي تي ها ماشي شتوتغارت اس تي او تي تي اس تي او تي تي كي ا ار تي شتوتغارت ده اسم بلد المرسيدس اللي هي موجوده في المانيا في الجنوب انسبروك 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 اي ان ان اس ب ال او سي كي ك ك ان اي ان ان اس ب ر او تي ك انسبروك تمام كمان بعدها برلين برلين عاصمه المانيا ب اي ر ال اي ان برلين جنف 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 ج اي ان اف جنف تمام اللي هي جنيف يعني اولم كولن 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 ك او ال ان كولن تمام فرانكفورت اف ار ا ان ك اف ك ك ك ك اف او ار تي منشن لا منشن ده اسم كتاب الماني اسمه الناس لكن ده اسم مو في املاوت هنا ايه منشن 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 تمام ام او ان تي ها اي ان منشن ام او ان تي ها اي ان بازل ده اسم مدينه في سويسرا برضه بي ا S A L. طيب هقول هنا إحنا إشبيل إحنا عملنا الحاجات ديت إشبيل نزيد ديالوجا يعني مثل إشبيل يعني معناه إلعب أو مثل ديالوجا اللي هي حوارات أو محادثات يدا يعني كل واحد فراغ بيسأل ناخ تغايش تتن يسأل عن ثلاث مدن هوس يعني بتلعب وبعدين تسأل عن كل مدينة من المدن دي. طيب هنا in Deutschland in Deutschland في ألمانيا in Österreich في النمسا in der Schweiz في سويسرا wo ist Bern أنا أسألكم سؤال وأقول لكم المدينة فين وأنتوا تقولوا لي هي فين wo يعني أين ist بتكون Bern بين دي فين فهو قال Bern ist in der Schweiz هي موجودة في سويسرا Bern ist in der Schweiz Bern يعني المدينة و ist بتكون in der Schweiz في سويسرا أو ممكن تقول إيش glaube أنا أعتقد ich glaube أنا أعتقد Bern ist in der Schweiz Bern بتكون في سويسرا wo ist طيب أنا هسأل أنا بقى wo ist ديت wo ist Stuttgart wo ist Stuttgart ich glaube Stuttgart ist in Deutschland ممتاز طيب wo ist Wien فين فيينا Wien ist in Österreich wo ist Basel Ich glaube, Basel ist in Schweiz. In der Schweiz, في سويسرا. تمام. السؤال الأخير بقى وحد فيكم يجاوب. Wo ist Hamburg? Wo ist Hamburg? Hamburg ist in Deutschland. In Deutschland. Wo ist Genf? ليه جنيف يعني. Wo ist Genf? Genf ist in der Schweiz. بيتكلم عن الأسماء اللي هتلتقوها يعني موجودة طبقا للبلد معينة. يعني مولا أو ماير ده اسمه معروف أكبر العائلات في ألمانيا اسمها ماير أو مولر. طيب في برضك في سويسرا وفي في النمسا بعض العائلات عايزين نبص عليها والأسماء. بقول typische Familienname typische Familienname يعني الأسماء اللي هي typical أو الموجودة في العائلات هناك في ألمانيا أو سويسرا أو النمسا. typische Familienname wählen Sie يعني اختار drei Namen ثلاث أسماء und buchstabieren Sie واستهجها arbeiten Sie اشتغلوا مع بعض zu dritt يعني كل ثلاثة مع بعض hören Sie zuerst استمع أولا zuerst يعني أولا das Beispiel Aufgabe 10a typische Familiennamen Müller M Ü L L E R يعني زي ما احنا قرأنا أسماء المدن برضو كده هنقرأ أسماء الأشخاص وهنستهجها تمام هو قال هنا مولا
M E L L E R يعني دويتشلاند دي الأسماء اللي هتبقى موجودة في ألمانيا. يوستغايش دي الأسماء اللي موجودة في سويسرا. دي شفايتس دايما بيرمز لها بالرمز تيها اللي هي الأسماء دي. طيب احنا قلنا مولا شميت S C H M E D T شميت. شنايدر 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 خلي بالك الإر ما بنطقش. شنايدر 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 S C H N E A E D E R تمام. شنايدر S C H N A E D E R فيشر F E S C H A R فيبا فيبا Viva, viva, v, u, i, e, 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 b, e, r. طيب ندخل بقى الاسترايش غروبا غروبا g, r, o, b, e, r. غروبا غروبا h, u, b, e, r. غروبا h, u, b, e, r. Wagner. V, a. G N A R Wagner W A G N A R Bischler über B I C H L I R Bischler Steiner S T E I N E R Steiner Weiß Swiss Rabbi Maya Maya M A I E R Maya M A I E R Kela K E L L E R Gerba G E R B E R Baumann Baumann B A O M A N N Drauf E L E A F. Okay, sehr gut. كده يا شباب احنا خدنا النهاردة كده خلصنا. خدنا النهاردة اللي هو تصريف الفعل في المضارع. خدنا اللي هو فعل هابن وزين. وخدنا الدرس ده. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهاردة. اتمنى اكون افدتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقتي. السلام عليكم.